العسل اتفضل تاني. اتفضل يا شيخ. يعني القرآن الكريم حينما ذكر الله سبحانه وتعالى أن العسل ده فيه شفاء للناس، نعم. ليه؟ ليه العسل فيه شفاء للناس؟ ليه هو شفاء؟ نعم. هو العسل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. نعم. نعم. فقدر الله عز وجل وضع فيه الشفاء بقدر الله عز وجل. فربنا قدر فيه شفاء. نعم. وهذا معلوم، معلوم ومجرب كثيرا جدا جدا. العسل، العسل فيه شفاء حتى من الامراض، كل امراض البطن. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ايضا، ان جاء رجل صلى الله عليه وسلم اشتكى اخيه، اشتكى الما في بطنه، استطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطيه. استفرغ يعني. استطلق المقصود بها اعزكم الله الاخراج من مخرج الجهاز الهضمي. نعم. الاسهال. طيب لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له سقه عسلا، فسقاه عسلا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما زاده الا استطلاقا، اي ان الايه؟ الامر ما زال مستمرا. في الثالثه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن اخيك. عند الترمذي وعند احمد وعند النسائي من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال في الرابعه قال فسقاه فبرئ، فسقاه فبرئ. الله. إذا العسل شفاء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الله عز وجل. نعم. إن جمعنا بين القرآن وبين الدعاء وبين ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع العسل يتحقق الشفاء بإذن الله. كثيرا من الناس شيخنا معذرة، كثيرا من الناس يظن أن الدعاء بالقرآن فقط. نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بالإخلاص والفلق والناس. ماشي. وأقر الرقية بالفاتحة. ماشي. ورقى بغير الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أوتي القرآن ومثله معه، أي السنة، فالسنة واحد. بعض الناس يظن أنه لما يجي يبحث عن رقية يسمع رقية من القرآن فقط. الأصل أن يجمع بين الدعاء بالأسماء والصفات وبين القرآن وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الأنبياء. نعم. على سبيل المثال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بها عبدي إلا استجيب له. فهذا يستخدم في باب الرقية. نعم.